مباراة راح تكون صعبة، المنتخب القطري يلعب على أرضه في يعني الصد تاعو، بصح حنا منتخب الجزائري عنده جرينتا، عنده عزيمة، حيدخل فيزيكمون، عندنا لاعبين متألقين على الصعيد يلعبوا في الدوري القطري، إن شاء الله يكون فيها خير وفوز عارض إن شاء الله وتطريف فرنسي. إن شاء الله نربح بجوج واحد إن شاء الله يا ربي، على بالي بلي حنا ما كلهم الأول زي ما كنا الدوزيام، ما كلهم الأول ما كنا هم الأول تاعهم، نضربهم بزوج. نغلقوا اللعب ديال قلبو قرا بكر يدخلنا ديفونسور هذا ما كان ما دخلناش لاطاكو كما المره اللي فاتت، ان شاء الله بنجاح وبالليلي بالليلي ان شاء الله يرميها له في الشبكه ديالك بربي، ان شاء الله نغلبو ونجيبو الماتش ويفرحوا الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني باذن الله وبركاته، زوز بواحد بوجناح وبليلي وسوداني ان شاء الله، وبربي نطلبوا ديما النصر للوطن باذن الله. احنا نربحوا احنا باذن الله، احنا ماشي نكثروا لهم، احنا نضربهم زود زيرو ونطلعوا لطفينا، زيد نضحوا مع مصر، نزيدوا نضربهم بزود زيرو هكا باش ما يزيدوش يهضروا. نربحوا قطر بثلاثة زيرو إن شاء الله، وكيما قلت لك قطر هذوك ماشي إيكيب، حقرونا الإمارات، وإماراتان ماشي إيكيب، وإن شاء الله نربحوهم بثلاثة زيرو، لافينال هاد زير مصر، وحنا ندوها باينة، نخلفوا لهم الطار خاطش جابوا معانا واحد واحد عنبت لهم يربحونا، وفي لافينال إن شاء الله. يماركي بالليلي ويماركي بنجاح ان شاء الله. قلت لك ماتش صعيب، قطر ربحونا 3-2 بصح في اخر. بالليلي قدام منا بيت من بعيد بنجاح جبال بنجاح نرب في اخر، دخل بنجاح يماركي زوج. ماتش تاعنا الاربعاء راح يكون صعيب باسكو يلعبوا مع قطر وفي بلادهم بصح فيها خير ان شاء الله، اما فوتو الزوج. باسكو ماتش صعيب، قطر تلعب مليح بصح فيها خير ان شاء الله. نربحوهم 2-1. ماركي البلايلي باينه وحده بيناتي ابراهيمي كما قال لك سيد مليكة وكما قال لك نربحوهم، المهم بهدلوهم ان شاء الله نديو كوب ضارب ان شاء الله نربحو باش نعاودو نطيحو مع مصر هكذا باش نعاودو نخلفو هذيك تاع ربحونا بلي كارجون هذيك ماشي عارفة وان شاء الله يدخلنا سعيود سعيود ما فهمتش اش ماهوش يلعب فيه سعيود راني حبو يدخل ويماركي كاش ربعة هما الاخرين تاع قطر راهم كشغل بلادهم وكدايا نربحوهم ما كاش مشكل ما يلعبوناش بلي بيناتي ولا فايز كيما الماتش اللي لعبوه اللي فات راه صعب بون كنت قطر ان شاء الله نربحو وكيما نقولوا باينه بليلي بونجاح ان شاء الله يفرحونا كالعاده قبل الجزائر وقطر حتكون صعيبه باسكو كل فريق يحب يربح سورتو قطر كيفاش هما اللي نضموا هاد الكأس هذا تاع العرب هما حابين شغل يكارطيو الكأس عندهم حنا نتمناو الفريق تاعنا يكون في المستوى بيسك عندنا ثقة فيهم وان شاء الله يجيبوا لنا الكأس ان شاء الله نربحوا ان شاء الله بربعة كاع الجزائر كي تلعب مناسبة كيما هادو شوف ما فيها لا تكتيك لا تكنيك لا فيزيك فيها النيف وفيها الشرف هذا البيت هذا تاع بالليلي لازم يدخل في هذيك لا سيري تاع بيسكاج ما هما منظمين بطوله وقطر يلعبوا عندهم غير هذاك واسمو اكرم عفيف هذاك بارك النصر بصح ما ادري احنا كي ربحنا نورمال خليهم يربحوا ما ادري مش راح يربحونا كامل باينه باللي بالليلي هذه باينه وكافا بيماركي واسمو يدخل ابراهيم ماركي بيناتي كالعاده ربوحه ان شاء الله.